ازيكم؟ هنكمل النهاردة السجادة بتاعتنا، والنهاردة هنبتدي السطر 18. احنا خلصنا السطر 17 وقفلنا بمنزلقة، دلوقتي هنطلع السطر 18 برضو بنفس الطريقة. هنلف حوالين الارتفاع بتاع السطر اللي فات ونعمل منزلقة عشان يبان انه عمود امامي. هنعمل الثلاث سلاسل اللي هنعتبرهم اول عمود امامي بلفة، وبعد كده هنعمل عمود امامي حوالين الثلاثة عمدان الامامية من السطر 17. هنعمل ثلاث سلاسل، 1 2 3. هندخل في اول فراغ من السطر 17. السطر 17 ساب لي هنا 4 غرز حشو، فانا هدخل في اول فراغ من السطر ده وابتدي اعمل غرزة حشو. بعد كده هعمل غرزة حشو فوق ال4 غرز حشو بتوع السطر اللي فات. ادي كده 1 2 3 4. هعمل واحدة كمان في الفراغ بتاع الثلاث سلاسل، وكده هيكون توتال بتوع غرز الحشو 6 غرز حشو، 4 فوق ال4، وكل واحد في الفراغ هياخد غرزة حشو هيبقوا 6. هنعمل ثلاث سلاسل، وبعد كده هنعمل غرزة عمود بلفة فوق كل عمود بلفة من السطر اللي فات. 1 2 3 4. بعد كده هنعمل ثلاث سلاسل، هنعمل غرزة حشو في فراغ الثلاث سلاسل على طول اللي بعد غرزة العمود بلفة. السطر 17 ساب لي فراغين هنا، هدخل في اول فراغ على طول دايركت بغرزة حشو، بعدين هعمل ثلاث سلاسل 1 2 3، هدخل في نفس الفراغ واعمل غرزة حشو. دلوقتي هرجع تاني للسطر رقم 15، السطر اللي احنا عملنا فيه مروحة او عملنا فيه 5 غرز عمدان ما بين كل غرزة سلسلة، هنرجع نشتغل على السطر ده غرز امامية. طيب تعالوا نشوف هنشتغله ازاي. اول حاجة خالص هشتغل حوالين اول عمود من الخمسة دي عمود امامي بثلاث لفات، هلف ثلاث لفات على الابرة، ادي كده 1 2، وادي كده اللفة الثالثة. هبتدي اعمل عمود امامي فوق اول عمود من الاعمدة الخمسة دول، هعمل عمود امامي بثلاث لفات حوالين اول عمود من الاعمدة الخمسة دول، الاعمدة الخمسة 1 2 3 4 5. هبتدي اخد اول عمود كده ارفعه وادخل الابرة من تحتي، والعمود يفضل فوق الابرة. ادي كده اول عمود انا دخلت تحتي، وهبتدي اعمل فوقيه عمود امامي. طيب هبتدي اول حاجة اطلع من اول لفتين، وبعد كده اطلع من تاني لفتين، واطلع من تالت لفتين، ومش هطلع من اخر لفتين. الفتلة دي بتاعة العمود، والفتلة دي الاساسية اللي على الابرة، هسيب اخر فتلة مش هطلع منها. بعد كده هرجع اعمل غرزة عمود برضو حوالين هعمل عمود بس المرة دي بلفتين، هلف لفتين على الابرة وهلف حوالين العمود التاني، هدخل من تحتي واطلع وابقى اخليه فوق الابرة، اخد خيط واطلع، وبعد كده هطلع من 2 وهطلع من 2. اخر فتلة هسيبها على الابرة. بعد كده العمود التالت هعمل حواليه عمود امامي بلفة واحدة بس، وبرضو هخرج مرة واحدة واسيب اخر فتلة على الابرة. العمود رقم 4 هرجع تاني اعمل عمود بلفتين حوالينه، وبرضو هسيب فتلة على الابرة، هطلع من 2 ومن 2 واسيب اخر فتلة على الابرة. العمود الاخير اللي هو العمود الخامس هلف 3 لفات على الابرة زي العمود الاول بالظبط، وادخل حوالين العمود، اخد خيط واطلع، واطلع من 2، اطلع من 2، واطلع كمان من 2، واسيب اخر فتلة على الابرة. كده كل عمود من الاعمدة الامامية اللي انا عملتها هنا، عمود امامي بثلاث لفات، عمود امامي بلفتين، عمود امامي بلفة واحدة، عمود امامي بلفتين، عمود امامي بثلاث لفات، كلهم جمعتهم على ابرة واحدة، يبقى انا كده بعمل كلاستر. تمام، هبتدي الف على الابرة واطلع منهم كلهم مرة واحدة، كده الكلاستر بتاعتي خلصت. طيب
ارجع تاني بقى ادخل في الفراغ التاني. انا كل ده كنت لسه داخله في الفراغ الاولاني، بس هدخل في الفراغ التاني واعمل غرزة حشو. هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وادخل في نفس الفراغ واعمل غرزة حشو. بعد كده على طول هدخل في الفراغ بتاع 3 سلاسل اللي قبل الاعمدة اللي احنا متعودين عليها، هدخل واعمل غرزة حشو دايركت. هعمل 3 سلاسل وبعد كده هعمل غرز عمود امامي فوق الاربع غرز عمود امامي زي ما متعودين. 3 4، بعد كده هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. بعد كده انا هدخل في فراغ ال3 سلاسل ده، وزي ما عملت في الاول عندي هنا 4، هدخل فوق كل واحدة اعمل غرزة حشو، 2 3 4، وادخل في الفراغ ده اعمل كمان غرزة حشو. بعد كده هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. بعد كده اعمل 4 عمدان امامية فوق ال4 عمدان الامامية اللي موجودين، 1 2 3 4. السطر ده هناخد وقتنا ونعمله، لو حسيتوا ان في حاجة وقعت منكم عيدوا الطريقة تاني، والكلاستر ركزوا فيها، عمود ب3 لفات، عمود بلفتين، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود ب3 لفات حوالين السطر رقم 15. تكرروا السطر ده في داير ما يدور، وبعد كده فوق ال3 سلاسل اللي هم اول ارتفاع احنا عاملينه هنقفل بغرزة منزلقة ونبتدي نبقى جاهزين للسطر ال19. خلصت السطر ال18، هبتدي السطر ال19. هعمل منزلقة من ورا الارتفاعات بتاعت ال3 سلاسل وهعمل 3 سلاسل. خلاص انتوا بقيتوا حافظين البداية بتاعت كل سطر، 4 عمدان امامية فوق ال4 عمدان الامامية التانية، بعدين 3 سلاسل، 1 2 3. عملنا 3 سلاسل وبعد كده ندخل في فراغ ال3 سلاسل ده ونعمل فيه اول غرزة حشو. هنعمل غرزة حشو فوق ال6 غرز حشو من السطر اللي فات، 1 2 3 4 5 6. هنعمل غرزة حشو في فراغ ال3 سلاسل وبعدين هنعمل 3 سلاسل، هنعمل 4 عمدان امامية، 1 2 3 4. هنعمل 3 سلاسل، 2 3، ونيجي للجزء اللي في النص هنا. هندخل في فراغ ال3 سلاسل اللي على طول جنب الغرز العمود الامامية. بعد كده هندخل جوه اول فراغ من الفراغين اللي احنا عملناهم في السطر اللي فات. اول فراغ هندخل نعمل غرزة حشو، بعد كده هنعمل 1 2 3 4 وندخل نعمل حشو في تاني فراغ على طول. بعد كده هنخش على طول في ال3 سلاسل، فراغ ال3 سلاسل اللي قبل غرز العمود الامامية، ونعمل غرزة حشو، نعمل 1 2 3. نبتدي بقى ندخل نعمل غرز عمود امامية فوق ال4 غرز عمود الامامية من السطر اللي فات، 3 4. هنعمل 3 سلاسل وهندخل في فراغ ال3 سلاسل ونعمل حشو. هنعمل حشو في فراغ في ال6 حشو من السطر اللي فات، 6. هنعمل حشو في فراغ ال3 سلاسل، هنعمل 3 سلاسل وهنعمل 4 عمود امامي بلفة. تمام، هنكمل كله. وبعد كده هنيجي في اول 3 سلاسل ارتفاع هنقفل فيهم بمزلقة. هنبتدي السطر ال20 وبنفس الطريقة هندخل نعمل غرزة منزلقة تحت غرز البداية،
وبرضو بنفس الطريقة هنعمل 3 سلاسل ونعتبرهم اول عمود بلف. 2 3 هنعمل العمدان دي برضو 3 بلفة امامية. هنعمل 3 سلاسل 1 2 3 وهندخل في فراغ ال3 سلاسل اللي على طول بعد العمدان الامامية ونعمل غرزة حشو. هنعمل غرزة حشو كمان في نفس المكان وكده في فراغ ال3 سلاسل عملنا غرزتين حشو. هنرتفع ب4 سلاسل 1 2 3 4 وتحتها انا هنا انا عندي 8 غرز حشو. هتجاهل اول 2 في غرز الحشو 1 2 وهدخل اعمل حشو في التالتة وبعدين هعمل 4 1 2 3 4 هتجاهل غرزتين من غرز الحشو واعمل حشو في التالتة وبعدين 1 2 3 4 وهتجاهل اخر غرزتين حشو في ال8 غرز وادخل في فراغ ال3 سلاسل واعمل غرزتين حشو. هعمل 3 غرز حشو وبعدين هعمل 4 عمدان امامية فوق كل عمود من الاعمدة الامامية. عملت اخر عمود امامي بلفة هعمل 3 سلاسل وهدخل في فراغ ال3 سلاسل مباشرة بعد العمود. بعد كده هدخل في فراغ ال4 سلاسل اللي كنت عاملاه من السطر اللي فات برضو بغرزة حشو. هعمل 3 سلاسل وفي نفس الفراغ هدخل اعمل غرزة حشو. هعمل 3 سلاسل وفي نفس الفراغ ادخل اعمل حشو. هعمل 3 سلاسل وفي نفس المكان هعمل حشو. وكده المكان عملت فيه 3 مرات 3 سلاسل وحشو. بعد كده هدخل في فراغ ال3 سلاسل على طول قبل الاعمدة الامامية واعمل غرزة حشو. هعمل 3 سلاسل وهعمل عمود امامي فوق كل عمود امامي من السطر اللي فات. ده تكرار السطر 20 هنعمله كله ونرجع نقفل في غرزة منزلقة في 3 غرزة من غرز الارتفاع. قفلت المنزلقة وخلص الجزء 20. دلوقتي هبتدي في الجزء 21 برضو نفس البداية. بدخل من تحت الغرز وبعمل اول 3 سلاسل كأنهم اول عمود امامي بلفة. بكمل باقي العمدين الامامية اللي بلفة اللي بتقابلني اول كل سطر. خلصت العمدان هبتدي اعمل 3 سلاسل 1 2 3. هدخل في فراغ ال3 سلاسل اللي بعد العمدان الامامية على طول واعمل غرزتين حشو زي السطر اللي فات. بعد كده هعمل 3 سلاسل. هدخل في اول فراغ من فراغات ال4 سلاسل واعمل غرزة حشو. بعد كده هبتدي جوه الفراغ الثاني هعمل 4 غرز عمود ما بين كل عمود والتاني غرزة سلسلة. ادي كده دايركت على طول اول عمود وسلسلة تاني عمود. معلش هنا في شلة خلصت وانا حطيت الشلة بعدها. تاني عمود اهو وسلسلة. انا عملت اول عمود بسلسلة تاني عمود وسلسلة. هاخد الخيط ده واشتغل تحتيه اشتغل فوقيه. تالت عمود سلسلة ورابع عمود ومش هعمل بعد رابع عمود حاجة زي ما انا اول عمود ما عملتش قبل سلسلة. يبقى انا دخلت على طول بعد الحشو دخلت اول عمود سلسلة تاني عمود سلسلة تالت عمود سلسلة وبعد كده رابع عمود. وبعد كده هدخل في فراغ ال4 سلاسل اللي بعديه واقفل بغرزة حشو. هعمل 3 سلاسل
وادخل في فراغ الثلاث سلاسل قبل الأعمدة الأمامية واعمل حشوين، واحد اثنين، بعدين ثلاث سلاسل، هدخل اعمل الاربع اعمدة الامامية اللي احنا متعودين نعمل، واحد اثنين ثلاثة اربعة، بعدين ثلاث سلاسل، هدخل في فراغ الثلاث سلاسل اللي بعد الاعمدة الامامية دايركت واعمل فيه غرزة حشو، بعدين هدخل على طول في اول فراغ من الفراغات الثلاثة دول اللي في النص، اول واحد على طول دخلت بغرزة حشو واعمل ثلاث سلاسل، ادخل في الثاني واعمل ثلاث سلاسل وادخل في الثاني، كده الثلاث فراغات بقوا فراغين بس، دايركت على طول ادخل في فراغ الثلاث سلاسل اللي قبل غرزة العمود الامامي، بعدين اعمل ثلاث سلاسل، بعدين اعمل الاربع غرز الامامية اللي بعده، ده تكرار السطر 21. عملت الاربع غرز الامامية، بعدين عملت ثلاث سلاسل وحشوين في فراغ الثلاث سلاسل، ثلاث سلاسل بعد الحشوين ودخلت في اول فراغ من اربع سلاسل، بعدين دخلت في تاني فراغ دايركت وعملت اربع عمدان بكل عمود والتاني في غرزة سلسلة، دخلت في الفراغ الثالث وعملت غرزة حشو، بعدين عملت ثلاث سلاسل ودخلت في الفراغ اللي قبل الاعمدة الامامية عملت حشوين، بعدين ثلاث سلاسل بعدين الاعمدة الامامية، بعدين بعد الاعمدة الامامية عملت ثلاث سلاسل ودخلت عملت حشو واحد بعديهم، بعدين دخلت في اول فراغ من الثلاث فراغات عملت حشو، ثلاث سلاسل في الفراغ الثاني عملت حشو، ثلاث سلاسل دخلت في الفراغ الثالث عملت حشو، دايركت على طول دخلت على الفراغ اللي قبل الاعمدة الامامية عملت حشو، ثلاث سلاسل وبعدين الاعمدة الامامية. بعد كده هنكمل طبعا التكرار ده في كل السجادة بتاعتنا، هنكمل تكرارنا وهنقفل كالعادة في حشو في الغرزة الثالثة من غرز الارتفاع عشان نبقى جاهزين للسطر اللي بعده. خلصت سطر 21 وقفلت بمنزلقة في اول ثلاث سلاسل، وهبتدي السطر 22 برضو بغرزة منزلقة من وراء السلاسل وثلاث سلاسل كأول عمود امامي بلفة، وبعد كده عمود امامي بلفة فوق الثلاث عمدان الامامية بلفة التانيين. هبتدي اعمل ثلاث سلاسل بعد اخر عمود، وهبتدي ادخل في فراغ الثلاث سلاسل اللي بعد اخر عمود واعمل غرزتين حشو، واحد اثنين، بعد كده هعمل ثلاث سلاسل وادخل في اول فراغ قبل الاعمدة اللي في النص دي، ادخل في اول فراغ واعمل غرزة حشو، بعد كده هبتدي اعمل كلاستر فوق كل عمود من الاعمدة الاربعة اللي انا عملتهم، انا كنت عاملة اربع اعمدة ما بين كل عمود والتاني في سلسلة، فهدخل اعمل كلاستر حوالين كل عمود، بس الكلاستر دي هتكون كلاستر خلفية، يعني العمود الامامي احنا كنا بنعمل كده وبنخلي العمود فوق الابرة، لكن في العمود الخلفي احنا بناخد العمود وراء الابرة مش من قدام، بنشتغل من ورا، تمام؟ فانا هعمل كلاستر خلفية وراء كل عمود من الاعمدة الاربعة دي. خلينا نشوف اول كلاستر هتتعمل ازاي. هنلف لفة على الابرة وندخل حوالين اول غرزة عمود وناخد الغرزة من ورا، وبعد كده هبتدي اخد خيط واطلع، هيبقى عندي فتلتين على الابرة، هاخد خيط واطلع من اتنين، بعد كده تاني هلف لفة على الابرة وادخل تاني حوالين العمود والعمود بتاعي في ظهر الابرة، باخد خيط واطلع واطلع من اتنين، بعد كده هطلع من تلات فتلات على الابرة واعمل تلات سلاسل، هعمل كلاستر كمان ورا العمود رقم اتنين، ادي كده العمود رقم اتنين، اخد خيط واطلع واطلع من اتنين واطلع من اتنين واطلع بعد كده من التلاتة واعمل تلات سلاسل،
تاني كلاستر، نيجي لتالت كلاستر برضو اهو تالت عمود، وادي كده تالت كلاستر، واعمل تلات سلاسل. رابع كلاستر حوالين رابع عمود، وبعد رابع كلاستر ما بعملش ثلاث سلاسل. يبقى ما بعملش قبل اول كلاستر ولا بعد رابع كلاستر، بيبقى في بس ما بين الكلاسترات اللي في النص ثلاث سلاسل. هدخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو، بعد كده هبتدي اعمل ثلاث سلاسل. هعمل في الفراغ اللي قبل الأعمدة الأمامية غرزتين حشو، بعدين ثلاث سلاسل، بعدين هعمل الأربع أعمدة الأمامية. أربعة بعدين ثلاث سلاسل. هدخل في فراغ الثلاث سلاسل اللي بعد العواميد، بعدين هدخل في أول فراغ من الفراغين اللي تكونوا السطر اللي فات وأعمل غرزة حشو، هعمل ثلاث سلاسل. هدخل في تاني فراغ وأعمل غرزة حشو، بعد كده هدخل في فراغ الثلاث سلاسل على طول اللي قبل العواميد، هعمل عملت فيه حشو وطلعت بالثلاث سلاسل. بعد كده هبتدي أعمل أربعة عمود أمامي فوق الأربعة عمود أمامي. ده كان تكرار السطر 22. زي ما انتم شايفين التكرار بسيط جدا، بس هناخد بالنا بس من الغرز ديت اللي هي الكلاسترز، تمام. وقبل كل كلاستر والتاني في فراغ من ثلاث سلاسل، وهنا الفراغين اللي تكونوا السطر اللي فات خليناهم فراغ واحد بس. هنكمل التكرار بتاع السطر 21 لغاية لما طبعا نوصل لأول ثلاث سلاسل. هنقفل بمزلقة في الغرزة الثالثة ونبقى جاهزين للصف 23. هنبتدي في السطر 23، وبرضو زي ما بنبتدي كل سطر بلف حوالين الثلاث سلاسل الارتفاع، وبرتفع أعمل ثلاث سلاسل وأعمل الثلاثة عمدان الأمامية بلفة زي كل سطر ثلاث سلاسل. بعد كده ادخل في الفراغ اللي على طول بعد الثلاث عمدان سوري العمدان الأمامية واعمل اتنين حشو ثلاث سلاسل. هدخل في الفراغ اللي بعده واعمل برضو اتنين حشو، واحد اتنين. بعد كده اربع سلاسل، اربع سلاسل. وبعد كده ادخل في اول فراغ من الفراغات الثلاث سلاسل دي واعمل غرزة حشو، بعدين اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وادخل في تاني فراغ واعمل حشو، بعدين اربع سلاسل، وادخل في تالت فراغ واعمل حشو، بعد كده اربع سلاسل، وادخل في الفراغ ده اللي بعده واعمل حشوين، واحد اتنين. بعد كده تلات سلاسل، هدخل في الفراغ اللي قبل الغرز الأمامية وأعمل حشوين برضو، واحد اتنين، بعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين ثلاثة، بعدين أعمل الغرز الأمامية الأربعة، واحد اتنين ثلاثة أربعة، بعدين ثلاث سلاسل. هدخل في فراغ الثلاث سلاسل على طول بعد العمدان، بعد كده هدخل في فراغ الوحيد في المكان ده وادخل واعمل حشو، بعد كده ادخل في فراغ الثلاث سلاسل اللي بعده اللي قبل العمدان الامامي على طول واعمل حشو، بعدها اعمل ثلاث سلاسل وابتدي اعمل العمدان الاماميه. كده خلصت السطر 23، وكمان خلصت الجزء ده، وان شاء الله هنكمل باقي السجادة. اتمنى يكون الشرح سهل عليكم، واتمنى ان انتوا تنفذوها. شكرا لكم.